ودابا يدخلهم ان شاء الله للمغرب لهنا اجواء طبيعيه. تحياتي اختي فاطمه، الله يعطيكم الخير. بسم الله اختي فاطمه، الله يعطيكم الخير فاطمه. ربي يخليك فاطمه بنتي. الله الى بردنا الخاطر ديالنا، الله يعطيك الخير فاطمه. ايوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إيه يا الله حافظ أمونا. فين أمونا؟ قولها غير تجي هنا حدايا وصافي. أجي أمونا غير أجي 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 صوريني أنت معايا. شكرا وليت وحدي إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا بكم. ما شاء الله شنو لالا؟ النشاط. هذا الحمد لله من عمر خطر وباقي غايجيو عاد الشباب. مازال عاد ما عاد وصلت وعاد غادي يجيو حدا العائلة كاملة الحمد لله. يا الله غتبقاو معنا الخوت ان شاء الله. على الله حدا نورات لك الدار. الحمد لله الحمد لله. امين يا ربي امين. الله يعطيك الخير. ايوا انت راه جاو وسولوا هذا من يعرفوني ما كايناش وداك الشيء بحال ما جاوش. ايوا الحمد لله. راه جاو. الحمد لله. عليهم الخير وما كاينش حاجه في السلام عليكم المشاهدين ديال قناه محبوبه، كيدايرين لاباس عليكم؟ كدرتو مع الصحه؟ كدرتي شويه لاباس؟ الله يحفظكم ويستركم ونجيكم من الافات ونجيكم من شر الخلق. الوليده سيدي عطونا الوليده. اشنا الوليده؟ ايوا حنا لحقنا ولدي. لحقنا الحمد لله. والله الا لحقنا الحمد لله يا ربي. حسن في السنيرات ديالك وجيبوا لنا الوليد زيدوا نعيمه هنا وصليوا لنا على النبي وراهم كيتسناونا الهدايا في الحليب والتمر ما شاء الله. مالين الدار. تبارك الله يا ربي. عرفتي واش هذا الحليب والتمر؟ ما عرفتش هنا. فاطمه صافي الناس ديال السوس. الله يرحم برافو عليك يا فاطمه. الله يعطيك الصحه صافي. انا مسكينه بالحليب والتمر. الله يعطيكم الخير. الحليب لالا تجي وسط منكم وغنمشيو داك الشيء كلاسيكي. شوف. تبارك الله يا ربي. يا الله على الله بسم الله ما شاء الله بسم الله يا صلاة. محمد اللهم عجل علي. نديو البنادر ولا بلاش؟ نديو لا رسول الله إلى جل سيدنا محمد اللهم عجل علي. أعطونا أعطونا الصف أعطونا الصف. ما شاء الله ما شاء الله. إلى جاي سيدنا محمد. سلتحت. الله معجل علي. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله يستر عليك تبارك الله عليكم. شنو رضا عمر فرحانين بخوك؟ شوف شوف ليا ولا وليد؟ سي إلياس. أخويا كتشكرك لالا وتعاود. ايوا زيدوا سلموا ما شاء الله اختي فاطمه والبنيه ديالها ما شاء الله. الله يعطيكم الخير. يلا زيد رضا زيد عمر بوس خوك زيد رضا بوس خوك. ايه شنو؟ المر كيشبه يلا. ها؟ يا حيدي يدك مشي بقوه عندك خوك وبوسو صح. يا خيري. خويا خويا. انت لبستي الجديد دابا وكتفرن علينا ولا كيفاش؟ ها؟ ايوا ودابا يدخلوا ان شاء الله للمغرب لهنا. اجواء. تحياتي اختي فاطمه، الله يعطيكم الخير. بسم الله اختي فاطمه، الله يعطيكم الخير فاطمه. ربي يخليك فاطمه بنتي. الله الى بردنا الخاطر ديالنا، الله يعطيك الخير فاطمه اختي. ايوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عادي عادي داك الشيء عادي عادي عادي. خلاص يا سيدنا صليو لنا على النبي. اشنو السي الياس فرحان اخويا؟ راه مسكين الصباح هو. ايوا الحمد لله ودي الله يحفظك. شنو غاتسمي شنو غاتختار في السميه انت؟ ان شاء الله غنديروا القرعه كلها وغنحط. شنو اختاريت انت في السميه؟ قال لك يوسف. شنو اختاريت انت في السميه؟ مهدي. وانت شنو اختاريتي؟ لا قول واحده اخرى مختلفه عليها. امير امير برافو عليك.
ما شاء الله يكون امير نجحيات ما شاء الله ان شاء الله يا الله يزيد وصلي وعلى النبي. يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله يا الله بسم الله سيدنا ان شاء الله خير بخير. النفيسه ديالنا راه صبقناها ياك لا النفيسه صبقناها دخلت لبيتها غطيها ولد غطيها يلاه شدوا تهلاو فيه يلاه دي عند ماما يجلس حدا زارنا يزوروا الخير ان شاء الله. بسم الله يا صلينا على النبي العيالات الله يعطيكم ان شاء الله يا مولانا ونزلو شنو كاين بسكوت انت جبنه ونزلو كلشي يلاه بسم الله. شوف شنو جات فاطمه شوف 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 اودي فاطمه والله الا كاينه شتي اقسم بالله اختي الى القلب طيب صراحه تقال ومرحبا بك وعرضنا عليك وبغيناك تجي في هذه الوقيته هذه الله يعطيك الخير طيب والوجود والجود والكرم الله يعطيك الخير والله الا تنبغوك تجي في هذه الوقيته وتجي تبكري عندنا ومرحبا بك والدار دارك اختي فاطمه في اي وقت الله يخليك الله مرحبا القلب الطيب ما شاء الله شوف شنو جات اختي فاطمه مرحبا بك وبالدار ديالك شوف مسكينه ها شوف شوف متابعين هذا الشيء عجبكم وتقبلوا على هذا الشيء اللي وجدنا من المزيان عطيني الفرصة وشكون شنو كيفاش تقسم لنا الادوار في هذه المناسبه؟ انا راه كنت كبيلات وحليمه غتكلف ليك بالطياب ما يضر بها شي واحد في الطياب نائمه غتكلف ليك بالخبز شنو الخبز؟ تحط لك الخبز اللي غيعجبك ولا غيشكرك عليه الناس ولا الحياه هي الكوزينه عاوتاني مزيانه هذه القضيه هذه مزيانه نحاول عليها رابحه غادي ندير ياك بعدا غتخفي لا غادي ندير كاين العيال كيعاونوها كتصوني لي بالصباح كتصوني عليك تقول عامر حضرتي مع اختي الدريسيه واش عرفتي وانت فاطمه السوسيه لحداك والنشاط والضحك واش عرفتي واش عرفتي واش عرفتي واش عرفتي واش عرفتي كنحمرو مرات اختي فاطمه صافي تاع العائله ديال اختي فاطمه ما كتبانش اتاي باش بيبرت فكاين على رجل معاك حطينا هذا الشيء اتاي تجيو ان شاء الله تطلع شوف اختي فاطمه ما شاء الله صايبات لنا ليك خيط صايبات لنا هاد اللعبات الحمرين هذا شي يقولوا من بيتزا بيتزا والله هذا عاوتاني كذلك هذا بالخير كاين البغرير الزبيطه ديالنا لا شباطه ديالنا اسمح لي الشركة غادي تخدمك معاها هذه رسمية خطيرة هنا كنت شو غلطين جيبوا لنا اتاي اختي فاطمة الله يعطيك الخير مسكوتة نجيبوها ولا بلاتي الوالدة ولا نخليوها من بعد مسكوتة يسالنا في الدار بس غير جوا الناس وهذا بصح فين هي حفيظة ولا شنو ديالها؟ فين حفيظة ولا شنو ديالها لالا؟ فين حفيظة ولا شنو ديالها؟ دخلنا عليك والله يا 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 شنو جايبوا العرايصات صافي يدي معاك ايا صافي يدي تولي شماليه ما شاء الله انتم كتشوفوا تبارك الله شنو صايبوا شنو العرايصات الله حفصه شكرا لكم المتابعين واش مشيو ملي صايبتي ديك مسكوته لا لا قالوا كلام طيب قالوا حفصه كتصبر وان شاء الله مع لاله وحنا معاه ان شاء الله حتى يسالي الاسبوع كلشي. رشيده كذلك قال لك رشيده الطيب انسان يعني تبارك الله يعني تبدلت اليوم رشيده في هذه الاواخر والسبب حسن ولا كيفاش؟ ما السبب؟ شفناه صافي والسر دابا دابا رشيده هي الكبيره عندنا في الدار الحمد لله هي الاولى وهي هي هي الشوار واخا البنات ما غدوش قدام البنات ولكن دابا هي الكبيره ديالهم هي دوس قدامهم شتي لالا ديما نحترموا الكبير هي دوس قدام البنات قدامهم لبنيه دوس قدامهم اييه حنا شنو دايرين في العين الكبيره ومرتبه كبيره وتتيتي مسكينه يعني صراب الغياب ديالها انها مريضه شي شويه ديامات تيتي الصلابه جيده وكريمه الله يعمرها القلع ربي يخليك انا اختك اللي دفنوني والله ما ننسى خيرك مشات معايا مسكينه ووقفات وطيبات
هي وحليمه والله راه ما كاينش الخير غير ود الحرام المتابعين وما نساش الخير ها ملي كيتزاد عندي شي واحد انا سبحان الله مالك كتوقف معانا وكدير الزين ديال الطيابه ما نقولكش طياب لا لا دريسيه والله العظيم راه انا لدابا عائلتي كيتفكروا والله العظيم تيقولوا لك كلينا الحوت ديك الساعه حتى تجي تكمل عند الحسيمه لاضي داكشي والله العظيم تبارك الله والله العظيم المتابعين نهار اللي تهبات لالا الاسبوع مالك عرفتي مشاو الناس اصحاب الريف عرفتي تيقولوا لك راه الا قال طيابه راه طيابه ما شفناش البنادر باش نغني واش واد بوزكاويه عرفتي جيبو الدابة غادي يجيو مرحبا اختي ساميه مرحبا بك مع ماماك الله يلاه مرحبا بك يعطيك الخير مرحبا بك اختي بحال جيتي عند خوك مرحبا بك وي اش على الغرض ديالها علاش جات شنو ساميه اش الغرض ديالها جيتي جيت باش نهز ايه صافي اختي مرحبا هاتي يا لالا ايه هاتي مع ساميه تمشي ان شاء الله الله تبقى معنا صافي قلبتي عندي اتجاه صافي يلاه المهم واذا كاين شي بوزكاويه غنغنيوها لنا كاين شي شادة ديال الشرق ولا والو شادة ما ديال الشرق ولا والو هذاك الشيء اللي كنا في الطريق هاي 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 انا غنمشي نجيب البندير وغنجي دابا ان شاء الله نديرو الفال للوالده هذا هو الديسك اللي غنغني ولا لا هذا راه ديال ولد ولد ولدك ما كتبقى تقول لي عاوتاني عييت هكا وكبرت وكذا قالك الرسول عليه الصلاه والسلام يا حسن كان قالك في المناسبات تيستعملوا الطبل كاينه ولا ما كايناش؟ يعني راه ماشي عيب واقيلا تنظن انا لالا الواحد يفرح في هذه المناسبات بحال هكا مع وليداتو. ايوا هذا الرسول كان تيستعمل في الطابل في المناسبات. المقام وهذا بغينا ايوا صافي لالا ماشي مشكل. دابا شي لالا بقيت ضربهم الكاميرا تخيل ضربهم يدي. ايوا الحمد لله على كل حال صافي ايوا الحمد لله اختي فاطمه وصلت تاع علمي يضرب هاد شويه ديال الضحكه ولدي والله تنفوجوا شويه على قلبناه ونعل فيه ساو على ايوا هادشي اللي كاين والحمد لله يا ربي محلمه في دجاج مقرمل ياك ان شاء الله كاين هادشي اللي كاين هاد فيه ساو كاين هاد فيه كره ايجابيه الله يعطيك الصحه ديالها يا ام حليمه لالا نعيمه داك الغير طاقه ايجابيه الخبز يكون هو هذاك ها كلشي زانك زانك صافي كلشي واحد الفران هنا عرفتي عندي صافي على عالي كلشي غيكون موجود شي اتاي يكون شحار يكون بالرزه ديالو كلشي اتاي ما توصيهاش الباكيات غتلقى الديسيه الباكيه غير مطلعه لا 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 بوطاجي هادشي اللي معايا تيمحشم باكيه جبنا اربعه جبنا اربعه جبنا اربعه جبنا اربعه دريسيه ولقام اللي عندك والشواري اللي خصو هز هكا ويديرها هز هكا ويديرها ما كيديرها ويدير الباكيه ها على راسه وخاصو وريدو يا تيدات نعم اسيدي هاي 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 حنا عليك فوا ويلي ويلي حسن فيك الناس حسن اصاحبي واش مرتو كتبكري ولا لا اخويا حسن فيك بكري هاد اليامات نهار مع الصباح وكون مولف شويه من نهار الساعه اليامات ما تنعش شويه الساعه ما الله يعطيك الخير اصاحبي نشكرك على هذا الوقت اللي عطيتينا حتى انت الله يديمك نشكرك على هذا الوقت وكنشكرك على خسارة على قناه ولد ام حليمه والتوضيحات اللي كتعطي للمتتبع بطبيعه الحال المتابعين يتبعوني اي حاجه بغاو يعرفوها يسولوني نساعد الطريقه باش كتقدم الاسئله جد رائعه الصراحه والطريقه باش كتلقي يعني الاسئله وباش كتسوي فيها مع الضيف ديالك اش غادي لنا حسن انت كل نهار بقات تسخب لنا ضيف باش نتعرفوا عليهم اكثر اكثر اختي راه ماشي لايف على حسن كل نهار دايرين لايف مع 9 ديال الليل مع 9 شوف شوف هكذا نديرهم الحاجه كنديرو لايف مع 9 ديال الليل نتوما غير ما تاديوليش بنادم وخذوا راسكم لا ما غنسبو حد ما غنعايرو حد غنبقو مع المتابعين ديالنا وغنحكيو لهم داكشي اسرار حياتنا يعني حياتنا كي كنعيشوها ما غنجبدو حتى واحد الحمد لله ولا يعني الله يبغى يتحط مع خسارة اش تقولوا تما اختي فاطمة والله الا مرحبا بك اختي فاطمة شحال واحد السي حسين والوليدات السي حسن الله يخليك كلشي كيسلم عليكم كلشي على خير وبخير سمعت واقيلا الراجل غيزيد الاوروبا
هذه واه ما كيعرفش ايوا داكشي اللي كنت دابا والله الا سمعتو تيقولوا المهم ضرات ليا مات مسكين هذا شوف كلشي على المكاتب الحمد لله كلشي مكاتب وصافي الله يتاخرنا اوروبا كاينه غير في المغرب اه سمعنا ما شنو قلت اوروبا كاينه غير في المغرب جيب لينا غير الخبز غير الخبز شنو هذا لا فيسيا ربع حتى هي قريبه مش حتى نتقبلوها ان شاء الله اهلا ومرحبا بها والف مرحبا برافو عليك هذا الكبير هي قريبه باش ان شاء الله تقبلوها تدخلوها يلا بسم الله نوضوا سيدي تقبلوها بسم الله يلا نوضوا يلا سيدنا الله حفيظه السهل حفيظه مستقبلها عزيزه 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 بزاف بزاف صح العائله كلها هادي ياك احسن طنطوفسك ما قيسهاش ما ناديهاش جيب لي شي صندال عمر اريضه جيب لي شي صندال هنا يلا الله يرضي عليك يلا شي صلاه سد على ماماك الباب باش ما تبانش هاكا يلا صليو لنا سيدي على النبي لله حفيظه والمجموعه ديال لله حفيظه عزيزه وغاليه سيدي حفيظه ما تخشميش الى الليل جا سيدنا محمد الله معاه ما شاء الله الله تحفظ صبي غادي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله المهم لاله حفيظه ان شاء الله يا ربي هذو غير الكواس ما غنصورش هذا الشيء هذا غيبدا الفيديو ديال لاله حفيظه من هنا ان شاء الله راه صافي لاله سي مختار صافي ها انتم متابعينا الاوفياء كما كتشوفوا الاجواء واو يا سلام يا سلام يا سلام مونا غتبقى في الباب شي شويه صبر معنا مونا ما شاء الله ما شاء الله ايه يا الله حافظ مونا كاين مونا قولها غير تزيد هنا حدايا وصافي اجي مونا غير تزيد هنا اجي صوري انت معايا شكرا كواليس الحديد ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مرحبا بكم ما شاء الله شنو لاله ما شاء الله هذا الحمد لله ملي عمرت الضربه كان غايجيو عاد الشباب مازال عاد دابا انا عاد وصلت وعاد غادي نجيو حدا العائله كامله الحمد لله يلا غتبقاو معنا الخوت ان شاء الله يا ربي متابعينا الاوفياء كما كتشوفوا اول لقطات هي ان لبحه دخلت الكوزينه غتعمر لنا يتاي ب 4011 وراه الكميه اللي كدير الله يعطيك الصحه ما غنديروش اتاي هذا جاك لبحه غنعرف انا اختي لبحه غنجيب معاها الله يعطيكم الصحه ما غاديش نقيسو انا اللي فوق لقا مرابح دابا غتجي لي قامه دابا غتجي لي قامه دابا غتجي لي قامه العشاء وقيله جبتو حفيظه جبت عليها العشاء واو وتقيا صغير عين تميزها في مسار الحفاتي وفي كل شيء وخلي الراد كيختال كتعرفي كيفاش تعمر صافي الراد مشحر حيت انا الباسبور ديالي راه برد اخويا الله يعطيك الصحه شي فاطمه نديرو عتاي مشحر ياك باش ندوز ان شاء الله واحد الاجواء اللي جد رائعه ان شاء الله ونصوروا مع بعضياتنا ونضحكوا ونشطوا ان شاء الله يا مولاي ما عنديش فيكم الشتاء اخويا ان شاء الله يا ربي وافقوا معنا دابا لا هذا اللي حد نورات لك الدار الحمد لله امين يا ربي الله يعطيك الصحة لا وانت كان راه جاو وسولوا هذا ملي عرفوني ما كايناش وداك الشيء بحال ما جاوش يعني ايوا الحمد لله راه جاو عليهم كثر خير وما كانش حاجة السلام عليكم المشاهدين قناة محبوبة كي دايرين لاباس عليكم
كيدرتو مع الصحة كيدرتي شوية لاباس الله يحفظكم ويستركم ونجيكم من الآفات ونجيكم من شر الخلق. إيوا لا يخطي الجمعية ولا يخطي الحباب والله إلا لا يخطي الجمعية ولا يخطي الحباب ولا يخطي الخوت. آمين. إحنا فرحانين بعرس التدريسية الله يحفظك على خير ويسهل عليك خير الله يعمل سيدي ربيك وتربيديها إن شاء الله يا سيدي ربيك وتربيديها صالحة. آمين. إيوا ها حليمة معاكم ها إيوا إحنا مجموعين وجدت لحدا دابا كملت الفرحة. الله العظيم وعيشة مسكينة الحمد لله رحنا خوت وحباب وعائلة وحدا على عيني فقنا فقنا يموت. آمين. مازال نحن مجموعين وحباب عاد مازال فاطمة ديالنا فاطمة مازال إن شاء الله يا ربي دابا غير مني لحقنا فاطمة وسمعوا الحباب عاد دخلنا دار والله كنسحب أنا دخل ما جيتو والله إلا كتقول قال لي واش جيتو رحتي حتى الدار ودرتي والله إلا لا نتمنى لا تخطب عليك ليا قال لي واش شربت الكينة ونعس وقال قالوا ديرها فاطمة ودير سيرام قال لك جاو حتى ما يطول عمرك آمين حبيبي ديالي ربي يخليك الخير ويسبل لكم الربح ديما الفرحة إن شاء الله يا سيدي ربي ونهار كبير هذا الحمد لله وباقا إن شاء الله تزيدنا فرحة فرحة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ويخلينا ديما مجموعين وملمومين آمين خلينا بحال هكا يا سيدي يا سيدي دابا ها عيت محفوظة ها عيت لا حد ها عيت محفوظة وشي الحمد لله نهار كبير هذا بوجودهم كما قالت لالا باقي الحباب غادي يجيو مازال غنجمعو مازال غنفرحو ونشطو والحمد لله لالا يخطي الحباب على بعضياتها هذه البداية مازال مازال الله حفيظها قالت لك الله خلينا مجموعين والله لا نموت مجموعين على الثاني ما يصدقوا حنا واحد يلا واحد جوج ثلاثة مع السلامة إلى فوق هذا إن شاء الله.